صاحب السمو حاكم الشارقة معنا مرة أخرى، تفضل صاحب السمو. انت تبغي، السلام عليك، عليكم السلام طويل العمر. نعم، يعني الشخص يبغي كتب اسباب النزول، يعني أسباب كتب النزول. نعم صاحب السمو. كثيرة، هي يعني لو طبعا انا ما اخير بين يعني اي واحد احسن، كلها فيها الفائدة إن شاء الله. كل ما فيها يعني مثلا كتاب الإمام علي بن أحمد الواحدي، هذا يعني جيد، لأن هذا من الفترة السابقة للبحث في هذا المجال. ما شاء الله. إيه هو أسباب النزول للسيوطي مشهور أعتقد صاحب السمو، من أشهرهم. السيوطي يعني 911 للهجرة متأخر، نقول لمن سبق كذلك، يعني إيه سبق كذلك ابن حجر عسقلاني، ابن حجر. نعم هذا عند الإعجاب في بيان الأسباب، يعني كتاب مشهور، يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني. أي نعم. هذا يعني في عندك مثلا يعني من الكتب الحديثة، يعني موجود لخالد عبد الرحمن العك، هذا كتاب ما شاء الله، اسمه تسهيل الوصول في أسباب النزول، تسهيل الوصول. هكذا يعني ما شاء الله عليك كذا صاحب كذا. السمو. كذلك فيه مثلا الصحيح المسند من أسباب النزول الصحيح هذه الوادي، أو والله مقبل مقبل بن هادي الوادعي. نعم نعم أيضا نعم هكذا نعم الكتاب، يعني في الأكل. نعم بعدين في هذه كلها كتب يعني جت متأخرة، ما شاء الله عليك صاحب السمو. ومثلا الجامع في أسباب النزول، يعني هذا بعد كذلك رتبه حسن عبد المنعم، هذا شلبي مصري، رتبه ترتيب جيد، يعني ما شاء الله ما شاء الله في كتب كثيرة، يعني ما شاء الله عليك صاحب السمو. يعني الحمد لله، يعني أنا الحمد لله مكتبتي ما بعندي، لأن ما أنا شاء الله عليك صاحب السمو، مكتبتك ما شاء الله في عقلك، يعني ما شاء الله عليك في لا ذاكرتك. أنا أعطيناه شو اسمه الجامعة القاسمية، مكتبتك انتقلت إلى الجامعة القاسمية. نعم، لا هذه كانت مجموعة ما كبيرة، شاء الله يعني فيها الكتب القيمة، ما شاء الله ما شاء الله وفي أنا محتفظ بأشياء بعد كذلك، ما شاء الله. يعني خصوصا في مجال التفسير، يعني بس صاحب السمو، هاي الكتب اللي ذكرتها كلها كتب كبيرة ومراجع، نحن يدوب نقرأ بس صفيحات صغيرة يعني صاحب السمو. والله شوف يعني الكتاب، يعني أنا عندي الكتب الموجودة، يعني لو واحد بيتصفحها بيلاقي فيها، طبعا استعمل القلم الرصاص، يعني فتكتب عليها ملاحظات او تدون. الهوامش وفي كذا، يعني ما شاء الله حتى إذا واحد رجع لها مثلا يعرف المكان اللي هو يعني علم على الموضوع إياه، يعني ما شاء الله فالحمد لله، يعني يعني نتمنى إن شاء الله، يعني الواحد يعني إذا بيرتب مكتبة يعني يرتب فيها يعني هذه الكتب أصلا، أهم الكتب هذه، فهذه لابد تكون يعني مشتركة. هذه مش أسباب النزول، لكن لما بنجي مثلا تقول لي والله اقتني مثلا كتب التفسير، يعني الجلالين على الأقل أشهر الكتب يعني. يعني في يعني تفسير يعني روح المعاني روح للألوسي، المعاني الألوسي. نعم هذه طبعا بس يعني هذا يبالي واحد صاحب السمو شوي له في التفسير يعني. مثلا فتح البيان، يعني هذا في مقاصد القرآن، ما شاء الله كتاب جيد، ما شاء الله ما شاء الله. يعني جمال الدين القاسمي، هذا طبعا متأخر، اللي هو التأويل، نعم محاسن التأويل، ما شاء الله ما شاء الله. تفسير القرآن مثلا محمد رشيد رضاه، هذا طبعا محدث متأخر بعد هذا، نعم حديث كلهم صحيح متأخرين، هذه هي صحيح صحيح فهذه الكتب، يعني ما شاء الله ما شاء الواحد الله يعني ما شاء الله عليك هذه كلها رياض من رياض الفقه والعلم، تتنقل فيها صاحب السمو ما بين روضة إلى روضة، ما شاء الله عليك. والله الحمد لله، يعني بين التاريخ والعلم والأدب واللغة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك يا صاحب السمو، والله نستفيد منك يا صاحب السمو، كل يوم نستفيد منك أمر جديد، جزاك الله خير. أنا لو لا أخفيكم، يعني أقولها بالفم المليان، أنا أسعد الناس، ما شاء الله ما شاء الله. والسبب؟ أنا أسعد الناس، سعيد أنا، يعني دائما سعيد والسبب؟ الحمد لله، لأني أنا يعني عرفت ما قبلي،
وعرفت الدنيا بما فيها من خلال الكتب. من خلال الكتب، من سبحان خلال الله، العلم، من خلال الحمد كذا، لله، الحمد لله، والحمد لله يعني. الحمد لله. ونحن نتمنى يعني الناس يعني يكونون هكذا. اترك عنك هاي الحشرة هذه اللي قالت داعش وما قالت داعش. يا أخي اترك هذه الأمور. اي والله، اي والله، وانتبه. اي والله، غذي روحك. انت هل تتصور، انا الحين بقول حاجة يعني ولو ان الوقت ازف. تفضل طاهر. يقال في التشريح، هذا علم التشريح في الطب، يقال ان تكلفة الأعصاب لتقطيب الجبهة، تقطيبها، القوة اللي فيها يعني الجهد المطلوب لها، 10 أضعاف مال البسمة. سبحان الله. يعني أنت تبتسم ما تكلفك شيء، ما تاخذ منك جهد يعني. لا لا، جهد بينما جهد عصبية. تقطيب الجبين هذا يعني يكلف كثير، يكلف كثير. سبحان فأنت الله، فأنت لا تجهد نفسك. سبحان الله، خليك يعني أعطي براحتي شوية يعني. جزاك الله خير. ما شاء الله عليك يا صاحب السمو. حكمة إن شاء الله يا صاحب السمو. جزاك الله خير. مشكور، مشكور يا صاحب السمو. جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يحفظك، كل عام وأنت بخير. جزاك الله خير.